بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء الجزء الثاني. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور. حياك الله وبيك. بارك الله فيك. دائما ما شاء الله عند فضلتك طاقة إيجابية يا مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وكيف لا يكون المؤمن كذلك وهو يتكلم عن الله ورسوله. الله الله يعطي طاقة إيجابية. والله الذي لا إله غيره تشعر بالسعادة بالرغم من منغصات الحياة كثيرة وما أكثرها كما تفضلت. نعم. لكنها تزول تماما في جنب لذة البلاغ عن الله ورسوله. الله أكبر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته انظر إلى الثمرة والله الله. يعصمك من الناس. فكأن عصمة الله لك من أذى الخلق وشر الناس لا تكون إلا ببلاغك عنه جل وعلا وعن رسوله. بس هل هذه خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام أم تنسحب على كل من يدعو؟ على كل داع إلى الله تبارك وتعالى. نضر الله امرأ، شوف النبي يقول سلام. إيه؟ يا سلام. نضر الله امرأ. نعم. سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أرعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كفاعله كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأنا أقف حقيقة مفزوعا أمام هذه الآية ألا هو قول ربي جل وعلا قل الله يأمر. نعم. نبيه أن يقول صلى الله عليه قل وسلم. إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ناصرا ومعينا ومؤيدا إلا بلاغا من الله ورسالته. الله أكبر. أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله. نعم. فالبلاغ يضط محمد حياة. نعم. بارك ولذلك بارك. أنا أقول لو حيل بين الداعي إلى الله وبين الدعوة مات. بارك الله فيك. ولا أتصور أن داعيا إلى الله جل وعلا يتوقف أبدا. قد يضيق عليه قد يمنع من المساجد لكن لا يتوقف عن الدعوة ولا عن البلاغ في حدود ما أتاحه الله تبارك وتعالى له من وسائل. والحمد لله قد أتاح الله الآن من الوسائل الكثير والكثير. بارك الله فيك ونضر الله وجهك مولاه. امين واياك. اللهم امين يا رب العالمين. نكمل رحلتنا مع يعني اشياء من البر لا تتناقض مع مفهوم البراء. نعم. حتى نكون في وضع التقرب مع فضيلتكم مذكرين بما تفضلتم به في الحلقه الماضيه. والله هذا موضوع يعني جزاك الله خيرا على طرح جزئياته ومفرداته. بارك الله فيك. لان مجتمعنا الان يحتاج إلى مثل هذه الضوابط. نعم. وإلى هذه الأصول لأن الغلو والتشدد والتطرف باسم الدين يضر الدين. هو ليس من الدين أساسا. أحسنت. يضر الدين. هلك المتنطعون. إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. لكن أرجو من إخواننا الذين يستدلون بمثل هذه الأدلة العامة في يسر الدين. أيوة. ألا يميعوا الدين. ألا يميعوا الدين. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. شديد العقاب ذي الطول. ذي الطول. فلا بد من هذا الطرح. الله. قال الله. صلى الله عليه وسلم أنا نبي المرحمة ونبي الملحمة. المرحمة
والملحمة, والملحمة الحرب والمعارك. فهو رسول يا دكتور حمد, أرجو أن تتدبر معي هذه الجمل. هو رسول صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. جميل. وهو رجل حرب, وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه, يحارب ويقاتل بنفسه. صلى الله عليه وسلم. بل إذا قائد, بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وخرست الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب, قام على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته في ساحة الميدان ويقول: أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب. صلى الله عليه, ها هو مكاني, ها أنا ذا. وهو رجل سياسة. نعم, أعي ما أقول, هو رجل سياسة. سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. بديع, ما أجمل هذه الجملة, تصف واقعا بالفعل. وهو رجل عابد, أواب, أواه, منيب, حليم, خاشع, بكاء, خاضع. لو قرأت حياته في باب التعبد لتصورت أنه ما خلق إلا للعبادة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حتى قال كلمته الجميلة حين قيل له: يا رسول الله, تقوم حتى تتفتر قدماك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا شكورا. وهو أب, انظر إلى هذا التأريخ. سلام. وهو أب إنسانيات, إنسانيات بقى. أب وزوج يقوم على أسرة كبيرة جدا تحتاج إلى كثير من النفقات, لا أقصد النفقات المادية فحسب, بل تحتاج إلى نفقات العاطفة والفكر والشعور والعقل والتوجيه والتربية والنصح. فيقوم بأبي وأمي وروحي بهذا الدور الأبوي والأسري على أكمل نسق وأشرف وجه عرفته البيوت وتعتز به الأسر. معلش, قد يكون سؤال أغرد به خارج السرب. نعم. خارج نطاق الحلقة. أنا أحب تغريدك خارج السرب. بارك الله فيك. نعم. لما يكره بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لم يعرفوه. هل تستغرب من الجواب؟ معقول؟ باختصار. معقول؟ نعم. محمد عليه الصلاة والسلام لم يعرفوه. والله لو عرفوه لا أحبوه. والله لو عرفوه لا أحبوه. صلى الله عليه وسلم. لو عرفوا خلقه مع غير المسلم قبل المسلم لا أحبوه. هذا ما قصدته, حتى غير المسلم يهاجمه ويسبه ويسخر منه. لأنه قدم له النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بعضنا تقديما خاطئا. دعني أكون منصفا. وهذا كلام خطير مولانا. نعني, دعني أكون منصفا لله. بارك الله فيك. جميل. نقدم هذا الدين من خلال بعضنا بصورة خاطئة لا تليق بهذا الدين. لكن لو قدمنا هذا الدين بأخلاق سيد النبيين لقال كثير ممن تفضلت بالسؤال عنهم الآن ما قاله ثمامة بن أثال حين قال, حين قال: يا محمد, والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك, فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. قال: إن تقتل تقتل ذا دم. أحسنت. قصة طويلة. نعم. حديث ثمامة بن أثال معروف, هو سيد بني حنيفة. يا الله, وهذا كان يكفي, يكفي عبارة يكفي. يكفي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك, فأصبح دينك الآن أحب الدين كله. ليه؟ هو باختصار رسول عمل له إيه؟ الله يكرمك. لأنه صلى الله عليه وسلم حينما جاء به الصحابة أسيرا وربطوه بطول. في سارية من سوار المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ أول يوم أو يعرفه؟ سيد, سيد في قومه مشهور. قال: ماذا عندك؟ قال: عندي خير يا محمد. ومع ذلك يهدد.
وهو مأسور ومربوط يهدد. نعم. إن تقتل تقتل ذا دم، تهديد واضح جدا. يعني إن قتلتني لا تتصور أن دمي صادع هدرا، قبيلة هتاخد قبيلة. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال يعرف قدر العفو، يعرف يعني قدر العفو هو على غير الإسلام. وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت، عاوز فدية أي رقم موجود. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يحسنوا إليه. يا الله، يا مع أنه كان مقام جهاد يعني وأسر. نعم، وهو عدو. هو للأسير حقوق في الإسلام؟ طبعا، حقوق عظيمة. مش نطير رقبته ونجوعه ونعذبه؟ حاشا لا، أسير. أسير كان أسير معركة. ويطعمون الطعام على حبه. أنا محتاج الطعام لي والأهل والأولادي. أيوة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أكبر، لا فض فوق. وأسيرا. ما شاء الله، أحسنت أحسنت. هذا دين عظيم لو عرفناه والله. إذا ما عرفنا ديننا يا مولانا، اليوم الأول ذكر محمد يحسن إليه، واليوم الثاني واليوم الثالث. أنا عاوز بس لفتة جميلة، هل الرسول عرض عليه الإسلام؟ كلمه في لا الإسلام. أبدا. معقول؟ أبدا. نبي الأمة. انظر إلى العظمة النبوية. الله. لم يأمر النبي بإخراج من المسجد. ليه؟ لأنه أراد أن يتعلم الإسلام عمليا من خلاله بين أصحابه. الله أكبر. تعلم عملي يعني، ليس حتى للعذاب في السجن. لم يضعه في أسر، لم يضعه في أسر، ولم ينهر، ولم يجوع، ولم يعذب. يا الله. ولم يقر بأبي أنت وأمي، ولم يتطاول على مقامه ومكانته في قومه، فهو سيد قومه أبدا، بل أمر بالإحسان إليه. وفي اليوم الثالث أيوة. قال عليه الصلاة والسلام أطلقه ثمامة، وهو على شركه وكفره، هو على كفره وشركه، دون فدية، دون أي شيء. مع أن هذا على غير عادات العرب أنذاك، إما القتل أو الفدية. نعم، فإما من بعد وإما فداء. فداء من؟ من؟ يا الله. بلا فداء. سيدنا النبي ينفع أقول جميل؟ جميل جميل جميل. صلى الله عليه وسلم. بل هو الجمال البشري كله. صلى الله عليه وسلم. بل هو الجمال البشري كله. بل هو الكمال البشري كله. بل هو الخلق البشري كله. ألم تقرأ معي قول ربي له وإنك له على لعلى لعلى خلق عظيم. نعم بلى. تركوا ثمامة. أطلقوا ثمامة، أطلقوه. الرجل خرج بقى، وقد سمع ورأى بعينه. نعم. وتعلم ثلاث أيام مدرسة، ثلاثة بس. نعم. طبعا راح جاب جيش وجي حارب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء بجيش من الحب. الله أكبر الله أكبر. بجيش من الحب عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد ووقف وقال كلماتي الجميلة التي ذكرت بعضها. قال يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. آه، لو قدمنا هذا الدين بهذا الخلق جميل، بهذا النبل. نعم. مواقف عملية. نعم. كثيرة جدا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا خير وخير من يمثل مفهوم الولاء والبراء. نعم. كيف نجد البر الذي كان من الرسول عليه الصلاة والسلام لثمامة ابن أثال دون تعارض مع البراء؟ الله يفتح عليك. هذا جميل، ومدخل جميل. بركتك. البر أنه أمر بإحسان المعاملة له. نعم. هذا البر. تمام. ولا يمكن أن يقال بأن قلبه صلى الله عليه وسلم يحبه لكفره، كلا، هذا هو الفصل. الله، وخيط رفيع بالمناسبة، ودقيق جدا. ولا يطلع عليه من العبد إلا ربه الله سبحانه الله. وتعالى. فأمر ببره وكان برا به. لا. محسنا إليه، ومع ذلك لم يتخلى عن عقيدة الولاء والبراء. لا. لأنه كان في دعوة إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أخرى ضرب أروع المثل صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل ففتح القلوب.
ولا تفتح القلوب يا دكتور محمد إلا بالحب، والله لا تفتح بالغلظة ولا تفتح بالسيف. أقول لك بكل قوة مولانا ما عرف عن الدين الإسلامي أنه بالقوة والسيف والحرب والغزوات والمشاهد. شوف العبارة له هذه حضرتك دكتور محمد، ما فتح سيف قلبا قط. الله أكبر. ما فتح سيف قلبا قط. على ما كانت الغزوات إذن؟ السيف لحماية هذه الدعوة فقط، لحماية هذه الدعوة. انظر ما أقول. أيوة. ولتقليم أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. مرة ثانية. ولتقليم أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. بحق. الله جميل. فالأصل أن نبلغ، لا تخرج علي لتحول بيني وبين البلاغ للخلق كما أمرني ربي ونبيي. يعني شرع الجهاد لحماية الدعوة؟ نعم، هذا أصل. لا لاستئصال شأفة الآخرين أو السيطرة على الأرض. أو خذ هذا الدليل. تفضل. الله جل وعلا يقول بعد الآيات التي يسمونها، أنا لا أسميها بآية السيف، لا أسميها بآية السيف، مشهورة في كتبنا بصراحة بآية السيف، أنا لا أسميها بآية السيف وأنا لا أجد. ده تحول في موقف محمد حسن؟ لا، ليس تحولا، لكنني لا أجد لفظة السيف ذكرت في القرآن مرة واحدة، لم تذكر ولا مرة. صحيح. ذكرت في الحديث والجنة تحت ظلال السيوف، أي الجهاد في سبيل الله، تحت ظلال الرمح، أي الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله. الشاهد آية السيف، الله جل وعلا يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بعدها مباشرة وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم الله أبلغه مأمنة. ما قالش ثم اقتله. الله سبحانه، ده رفض يا رب. لفتة جميلة جميلة. اقطع رقبتهم، أنا بلغته ورفض. لا لا لا، ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله أكبر. لم يأمرني الإسلام قط بقتله، لكن أمرني بدعوته وبإقامة الحجة عليه دون أن أكرهه على الدخول في ديني وإبلاغ مأمنه وحمايته وأتركه. آية عجيبة جدا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طيب سمع يا رب، وأنا قمت عليه الحجة وقلت له قال الله ورفض، أبلغه مأمنه. الله أحسنت. أمنه طرحا حتى يصل إلى طريقه. والله لو عرف الناس هذا الدين لأحبوه. الحديث الذي ذكرته لحضرتك في اللقاء الماضي، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. دعني أختم بهذا الحديث الذي ذكرنيه ربي اللحظة في صحيح مسلم. يقول حذيفة بن اليمان ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا لنا أتريدان محمدا؟ قلنا لا، بل نريد المدينة. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه، هم في معركة بدر ورحين يقتلوا. قال فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن نقاتل مع رسول الله. قال فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرناه بما قال المشركون وبما قلنا، فقال الوفي الذي علم الدنيا الوفاء انصرف. الله أكبر. إي وربي، انصرف ولا يقاتلان معهم. وهم في معركة والعدد قليل أساسا، ده قليل وأمام كثير، والمعركة دائرة دكتور محمد وحمي يعني اللطيس. نعم حرب. نعم، انظر إلى العبارة النبوية. ليه بقى؟ انصرف ليه؟ أيوة، يا نفي من الوفاء، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله، كان الجملة دي الله يسترك. انصرف. أيوة. نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم في حالة الحرب. في حالة الحرب، فما ظنك إن الله صوت يعلو فوق صوت المعركة وصوت السيوف هي الحاكمة.
أيوة. ومن كان ذا حيلة فليتحول هذا كان يردده ويجوز الكذب حتى في الحروب يعني لا حاشا لله حاشا لله الله أكبر نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة نعم قال الحرب خدعة مش المواطن اللي يجوز فيها الكذب هم يكذبوا عشان يحاربوا يعني. الحرب خدعة ليس بمعنى أن تكذب متعمدا الكذب ولكن إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب المؤمن لا يكذب انظر إلى وفاء النبي في أرض المعركة المؤمن لا يكذب أبدا أبدا ولو في الحرب أبدا لا يكذب ما جمال هذا الدين والله جميل 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 والله فالرسول صلى الله عليه وسلم نفذ المشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا خلق لما بعد فتح مكة أخذ الدروع من صفوان طب هم هنا ما حققوش مفهوم البراء والولاء والبراء للرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين مين؟ الصحابة الصحابيان الجليلان النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهما بذلك لأنهما قد قدما عهدا للمشركين وقد رب النبي الأمة على الوفاء بالعهود حتى لغير المسلم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة هل خصه بالمسلمين لا, لا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هل الوفاء بالعهد من البر بل هو عين البر الله أكبر بل هو عين البر ولا يتناقض مع تطبيق مفهوم البر جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي مشركة نعم جاءت لأسماء وكانت على الشرك نعم فخافت أسماء أم أسماء أم أسماء بنت أبي بكر أمها كانت على الشرك وكانت أسماء قد دخلت الإسلام نعم فلما جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بنت منحل يا بل نعم أم حرام بنت منحل لا لا يعني هذه أخرى تمام هذه أخرى نعم فقالت كانت مشركة كانت على الشرك نعم. فقالت يا رسول الله أمي جاءت وهي راغبة أفأصل أمي وهي على الشرك راغبة قال الحافظ بن حجر وغير راغبة في الإسلام أو راغبة في العطاء أو راغبة في الصلة كل هذا اندرج تمام فقال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك وهي مشركة وهي مشركة نعم صلي أمك الله أكبر مورانا احنا فهمنا مفهوم الجهاد غلط والحرب غلط والقتال غلط على فكرة فهمنا كل هذه الأشياء خطأ طب ماذا تقول في أنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية يهودية وقد وضعت فيها السم قبل الهدية ألم تعلم أنه قبل الشاة شال مسمومة وكانت قد وضعت له السم وقالت إن كان نبيا عرفنا أو عرف وإن كان غير نبي تخلصنا منه نعم. وقدمت له الشاة فأكل منها قبل هديتها وترجم الإمام البخاري بابا بعنوان باب قبول الهدية من المشركين الله وباب أكبر. الإهداء أو باب الهدية للمشركين ونحن نصنعها الآن ولا يتنافى مع مفهوم البراء ولا يتنافى مع مفهوم البراء من فضل الله نتهادى نتهادى ونتزاور لأنك تريد بهذه الهدية أن تعرفه قيمة هذا الدين وأن تحببه في هذا الدين جدد النية الله وصحح النية لا يكن عملا معتادا هكذا بل جدد النية حتى ولو ذهبت لزيارتي وعيادتي جائز وهو مريض وهو مريض روى البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم سيدنا رسول الله صلى الله فمرض يهودي بيخدم النبي يخدم النبي يهودي ما هذه الجمال بل خذ هذا الجمال والعظم خذ هذا الدليل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي لآخر لحظة ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير يا الله درع عند يهودي هو كان عثمان ما عندوش ثلاثين صاع من شعير بلى كان أبو بكر ما عندوش ثلاثين صاع من شعير طبعا كان عبد الرحمن بن عوف بلى ولكن أراد النبي أن يعلم الأمة كيف يكون البر وكيف يكون البراء أحسنت أحسن الله إليك حتى موقف النبي دروس لنا الآن هي كذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فذهب النبي لعيادة هذا الغلام غلام
مش سيد يعني في يعني قومه. عجبنا كده خدام يعني. نعم مش ويهودي سيد. كمان يعني. ويهودي. يعني سبحان الله العظيم. وذهب إليه وهو في آخر أنفاسه فقال له النبي قل لا إله إلا الله. يعرض الله عليه الله. الدين. نعم. فنظر الغلام إلى أبيه. فقال أبوه وكان عاقلا. نعم. أطع أبا القاسم. يا الله. يا الله. أطع أبا القاسم. وأبوه على اليهودية. وأبوه على اليهودية. عنوان جميل والله. جدا. أطع أبا القاسم. أبا القاسم. تفلح. وتنجو وتسعد. الله أطع أبا القاسم. نعم. فردد الغلام الشهادتين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا سعيدا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم نحن نفرح. كان بيفرح الرباسات. نحن نفرح. نعم. الحمد لله الذي أنقذه من النار. فمصدر فرحك لدخول غير المسلم في الإسلام أن الله أنقذه من النار. لا يسمع به أحد من هذه الأمة. قال والذي نفسي بيده صلى الله يقصد عليه وسلم هو الصادق الذي احتاج الى قصد لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي نعم. او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار لذا كان يفرح اذا نعم. دخل احدهم هذا الدين بارك الله فيك واحسن عليك وصيه من فضلتك لنا تقول ماذا وصيتي لاخواني من المسلمين والمسلمات احفظوا دينكم وحافظوا عليه وحققوا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولا تجعلوا في قلوبكم مودة وولاء لمن هو على غير ملتكم ومن هو على غير دينكم ورددوا دوما قول ربكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بارك الله فيك وأحسن عليك سيد الكريم مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء إن الذي ناداكم رب السماء فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء يا أيها شرف عظيم للورى فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء